السلام عليكم. اليوم جبت لكم زلابية طويلة سهلة وكتوجد في الساعة كاع الخدمة ديالها وبمكونات بسيطة، غادي نشاركها معكم. هنايا عندي ثلاثة الكيسان ديال الدقيق، جوج كيسان وربع ديال الماء، نص كاس ديال الزيت، جوج معالق ديال السميدة، معلقة ديال القرفة، معلقة ديال سريدة، واحد شوية الملح، مفيهاش المقادير بزاف وكتجي زوينة. هنايا غادي نخلطو النواشف، الدقيق، الدقيق مع ثلاثة الكيسان ديال الدقيق مع واحد المعلقه ديال القرفه ومعلقه ديال السكر، جوج معالق ديال السميده، واحد شويه الملحه. كنخلطوا هاد النواشف، من بعد كنجيبوا واحد كاسرونه تكون شويه كبيره، كنشدو جوج كيسان وربع ديال الماء، مع نص كاس ديال الزيت، كنديروهم فوق البوطة، كيبداو يغلاو نديرو عليهم داك الدقيق ونبداو نحركو بمعلقة خشبية. صافي على حسب ما يتخلط داك الدقيق، الا ما تخلطش معاك هنايا انا حطيته فوق البوطاجي، يعني ماشي ندلكو ولا شي حاجه، غير يدخل داك الدقيق باش ما يبقاش باين. سهله غير بحال هذا الشكل. شي شي دقيق ولا يعني كنجمعو باش ندخلو فيها داك الدقيق وصافي. رطبه ما شاء الله، نقسمها على أربعة. هذا هو البوق اللي غادي نخدم فيه. صافي هنايا بديت كنشكلها في البلاطويات، تخليها تنشف حتى ساعتين ماشي مشكل، باش كتشد ديك الفورمة كتبقى قابطة الفورمة ديالها. صافي من بعد كتقليها وديريها في العسل. وانتم مع الفيديو، نخليكم مع الفيديو، الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه وما تنسونيش من لايك وسبسكرايب، ومع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله. شهر الطول غنوا وقولوا أهلا، رمضان رمضان جانا، رمضان جانا. يا نور الهلال أقبل تعال فاشهد.
لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. رمضان 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 ويا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما.